وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور عمر العبيدلي مدير البحوث بمركز البحرين للدراسات والبحوث دراسات. مساء الخير دكتور، وفي بداية هذه المقابلة، ما هو كيف تعلق على حصول مملكة البحرين على المرتبة الخامسة عربيا وعالميا فيما يتعلق بالأمن الغذائي؟ مساء النور، أهلا وسهلا. تعكس هذه النتيجة الجهود التي بذلتها جهات متعددة في مملكة البحرين منذ صدور التوجيهات من جلالة الملك التي ذكرت في الفقرة في عام 2019. فقبل جائحة كورونا اتضح لمملكة البحرين وحتى منذ زمن طويل أن هناك حاجة ملحة لتطوير أداء مملكة البحرين فيما يخص الأمن الغذائي، وأيضا بالإضافة إلى ذلك بسبب جائحة كورونا ازدادت أهمية هذه الجهود، لأن اتضح لجميع دول العالم أن سلاسل الإمدادات التقليدية ربما مهددة بسبب الأوبئة وغيرها من تهديدات، ولذا بذلت جهود كبيرة ونسقت، تم تنسيق هذه الجهود على صعيد مملكة البحرين، والنتيجة هي المرتبة الخامسة التي تفضلتم بذكرها في بداية الفقرة. نعم، الدكتور عمر العبيدلي مدير البحوث بمركز البحرين للدراسات والبحوث دراسات، شكرا جزيلا.